الله 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 الله، معانا نجم النجوم، النجم اللي انا بحبه جدا وبحترم هذا الانطلاق الصاروخي بعد مرحلة نضج، اللي اتشرفت انه انا كنت معاه كزميل، اشتغلنا في لا احد ينام في الاسكندرية، واستاذ في الاخلاق. هذا الرجل نجم تركيبة مش موجودة للأسف بشكل كبير، التواضع والأخلاق. هو طارق لطفي. طارق حبيبي، ثانك يو. كله تمام، ثانك يو فور يو، والله ربنا يخليك. لا لا لا، هي مفيش مقدمة، انت فيك حقك. وطلة متأخرة جدا جدا، وإن شاء الله يبقى برنامج يكسر الدنيا كده ويبقى نافذة جديدة حبيبي نستفيد منها كلنا والله. نجم النجوم، أنا سعيدة جدا إني ربنا يخلي حضرتك أول حد يكلمني ويبارك لي من الزملاء يبقى طارق لطفي. لكن أنا عايز أسألك كده سؤال إن جنرال، دي فرصة ليا قبل ما أكمل موضوع الغيرة. شفتك اتخضيت في المسلسل مع الله يرحمه محمود عبد العزيز بشكل جيبسي. طبعا طبعا، قدمت للجيبسي مش بس بتفاصيله الجسدية، من تاتو، من رينج، من بيرس، لا، قدمت روح الغجري وعملت له لازمات. طب انت شفتهم دول، شفت مين؟ قعدت ازاي جهزت الشخصية العجيبة دي؟ سيرش بقى على النت، الحقيقة يعني دي من اميز الحاجات اللي حصلت في العشر عشرين سنة اللي فاتوا، ان اي معلومة الواحد دلوقتي من خلال تليفونه عايز يعرفها ويتفرج او يشوف حاجة بتبقى سهلة، مش زي زمان. ما تأثرتش بحد جداً. يعني ما شفتش مثلا براد بيت ولا جوني ديب؟ طبعا طبعا، كل ده موجود في الذاكرة طبعا، يعني طبيعي هم ناس تناولوه، لكن هنا في مصر علشان نخليه بقى عربي محدش كان عمل الشخصية دي علشان الواحد يرجع لها. محدش، لا لا لا، ما كانش في ريفرنس. انت الريفرنس. انا حسيت وانا بتفرج عليك بنكهة العالمية، يعني يا رب يخليك والله العظيم مش ببالغ. يعني جوني ديب لما عمل القراصنة والقرصان وبقى ما شاء الله بسبب السلسلة دي، كان في اوفر، عارف اللي هو اللي هي يعني الاستسهال في انه يعمل بايريت. انت ما استسهلتش، مسكتها للكاركتر، خصوصا انه هو قصادك يعني عملاق وحوت الله يرحمه. طبعا مفيش تهريج مع الكبار، بيبقى صعب جدا انك تحيد. طيب انا مش هسالك عن جديدك، بس انا عارفه انه في جديد وفي لوك لوك حلوه قوي، ولوك انت محتفظ بيها وعشان كده ما عرفناش نكسبك. انا عندي موضوع، هو الموضوع الاجتماعي الاول اللي بيهم الاسره المصريه، اللي هو موضوع الغيره. انت فين من الموضوع ده؟ لا طبعا، بما اني يعني كل الناس ومن واحد من البشر لازم يبقى في غير، لازم في غيره. الغيره طبعا لازم، بس هي ايه؟ في حدود العقل، لازم تبقى مقننه، يعني كل حاجه لازم تبقى موجوده بس بالشكل المعقول. طب زي ما انت عاقل كده وهادي، هل انت الشخصيه دي في البيت ولا انت غيور في البيت؟ مين الغيور، المدام ولا حضرتك؟ لا الحمد لله، احنا الاثنين حاسبينها بالعقل جدا جدا. وخلاص بقى، يعني بعد 23 سنه جواز العمر كله معروف جدا، يعني انا هتصرف ازاي تقريبا مسبقا في موقف لو تعرضت له، معروف هي حدود ايه وانا حدودي ايه وكل الحاجات دي. فاحنا خلاص يعني محافظين على الحدود اللي ما تخليش يحصل فيها غير، لكن ستيل طبعا لما تلبس يعني شوية فبغير، لا بلاش ده، حتى بنتي. طب غيرتك بتيجي يعني على الست، يعني مثلا فستانك قصير يا بنتي بلاش، حاجات كده، ولا غيرة نوع تاني؟ طبعا طبعا، انا ما بحبش الحاجات دي شوية. ليه هي بترد عليك؟ انا بنتي ما بتردش عليا. والله الجيل ده فاكك مننا خالص، وعنده الكاتيجوري بتاعته. مثلا اشوفها رايحه تسهر ولابسه كوتشي، فاقول لها لا ازاي؟ تقول لي لا ايه، انتوا مش فاهمين، احنا فاهمين، انا في كوتشي مريحني. فما بتردش عليا. عندك من العيال ما شاء الله كم ولد وكم بنت؟ ثلاثه، عندي ولدين وبنت. ما شاء الله ما شاء الله، ربنا يخلي ويبارك. انا سعيده جدا انك شرفتني، اسعدتني بصوتك، وقناه المحور سعيده دايما بتعرض اعمالك، وان شاء الله نشوفك السنه دي بحاجه تكسر الدنيا. يا رب يا طارق. يا رب يا رب ان شاء الله. شكرا يا رب. شكرا حضرتك، ربنا يخليك. انا متشكر ومبروك مبروك. شكرا، تفضل.
شكرا. الله، ايه الناس الحلوة دي، ايه الناس الجميلة دي. الراجل ده زي ما انتوا بتشوفوه مفيش تمثيل، very decent، شخصية المحترمة المتواضعة البسيطة.